محمد. هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها برة بنت الحارث بن حزن، وأمها هند التي زوجت ابنتها زينب بنت خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم زفت الثانية بعد وفاة أختها، فصاهرت النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيها. ولقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بدل برة، لأنه تزوجها بمناسبة ميمونة، وهي دخوله مكة المكرمة حاجا مع صحبه آمنين لأول مرة منذ 7 سنين. وميمونة من فواضل نساء عصرها، كانت متزوجة في الجاهلية بمسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه إياها العباس بن عبد المطلب لأنه كان يلي أمرها، وذلك بسرف على مهر 500 درهم. قال ابن شهاب: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. قال السهيلي: لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير، رمت بنفسها من على البعير وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد بلغت 26 من العمر، ودخلت منزل النبي صلى الله عليه وسلم لتخلف أختها زينب التي توفيت بعد زواجها بعدة أشهر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 13 حديثا. توفيت بعد أن بلغت من العمر 81 سنة، ودفنت كما أوصت بسرف في المكان الذي تزوجت به. وذكرتها عائشة أم المؤمنين فقالت: أما أنها كانت والله من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. محمد. في قرية حفن من كورة أنصنة الواقعة في صعيد مصر وعلى الضفة الشرقية للنيل، ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم رومية، وأمضت شبابها في قريتها، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. ولما وفد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس، رد على الكتاب ردا جميلا معتذرا، وأرسل ببعض الهدايا وجاريتين مع عبد خصي، وأوصى بهما خيرا. كانت مارية وأختها سيرين قد سمعتا بنبي عربي يخرج في جزيرة العرب، وقد شرح لهما حاطب في الطريق الإسلام وسماحته وأخلاق نبيه فأسلمتا. ولما بلغ الركب المدينة 7 للهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، تلقى كتاب المقوقس وهداياه، فأعجبته ماريا فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين شاعره حسان بن ثابت فتزوجها وولدت له عبد الرحمن. وأما ماريا فلم ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في منازله، وإنما أنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصاري، وكانت جميلة حلوة الملامح جعدة الشعر، أثارت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحديثها العذب،
فكان يتردد عليها كثيرا ويقضي أوقات فراغه عندها. وفي رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا وحولها إلى مال له بالعالية. مضى عام وأكثر على ماريا وهي سعيدة بحظوتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب لها المقام، وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين، وأحست ببوادر الحمل في عامها الثاني، وأخبرت أختها سيرين، وعندما تيقنت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، فرفع رأسه إلى السماء شاكرا، وسر الخبر في أرجاء المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مولودا من ماريا. ودبت الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها ونقلها إلى ضواحي المدينة للراحة والسلامة والعناية بصحة جنينها. وفي ليلة من ليالي شهر ذي الحجة وفي السنة الثامنة للهجرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قابلتها سلمى أم رافع، وانتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو، وجاءته أم رافع بالبشرى، فأكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي اعتقها من الرق، وحمل وليده وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء إبراهيم، وتصدق على مساكين المدينة، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وحمله ذات يوم لعائشة التي كادت تبكي، فرث لها وانصرف. ولم تطل سعادة ماريا، فمرض إبراهيم ولما يبلغ العامين من عمره، ثم قضى، ونبي صلى الله عليه وسلم محزون القلب ضائع الحيلة، لا يملك إلا أن يقول: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال وهو يقبله والدمع يفيض من عينيه: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ونظر إلى مارية في عطف ورثاء، وقال مواسيا: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وأقبل الفضل بن العباس فغسله، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى البقيع فأضجعه في قبره بيده، وسوى عليه التراب ونداه بالماء. وانكسفت الشمس، فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، وخطبهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. عاشت مارية بعدها معتكفة في بيتها، لا تخرج إلا باكية إلى البقيع لزيارة ولدها،
وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عاشت ماريا 5 سنوات كان أبو بكر ينفق عليها، ثم توفيت في عهد عمر فصلى عليها بعد أن جمع الناس ودفنت بالبقيع. بعد غزو بني قريظة عاد المسلمون بالغنائم والسبايا، وبينهن حسناء بني قريظة ذات الجمال والأدب، ريحانة بنت زيد. وحين عرض عليها الإسلام أبت إلا اليهودية، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فعزلت. ودخل عليها بعد فترة قائلا لها: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. فقالت: إني أختار الله ورسوله. فلما أسلمت أعتقها وتزوجها وأصدقها 12 أوقية، وتزوجها في بيت المنذر بن قيس، وكان يقسم لها كما يقسم لنسائه، وضرب عليها الحجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بها، وكانت لا تسأله إلا أعطاها. ولما ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة فطلقها تطليقة وهي في موضعها لم تبرح، فشق عليها وأكثرت من البكاء. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم ورآها على تلك الحال فراجعها. اختلف الرواة في أمر ريحانة، فمنهم من وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، ومنهم من رأى أنه عرض عليها الزواج والحجاب فقالت: بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها ولم يدخل عليها. توفيت ريحانة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ودفنت بالبقيع إلى جانب نسائه. محمد. ولدت السيدة زينب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنوات من أمها خديجة، وعاشت المراحل الأولى لبعثة أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلعت إليها عيون الهاشميين، وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا، ولكن خالتها هالة بنت خويلد كانت أسبق الناس إليها فخطبتها لابنها لأبي العاص بن الربيع، وكان تاجرا أمينا يثق به الناس، وهو من سرات القوم وأثريائهم. وزفت زينب إلى ابن خالتها قبل نزول الوحي على أبيها، وعاشت مع زوجها في وئام وحب واطمئنان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت برسالته ودخلت في دين الإسلام. وأعرض أبو العاص بن الربيع زوج زينب ونأى جانبا وبقي على شركه ودين آبائه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل إلى أخواتها فلحقن به، وبقيت زينب مع زوجها في مكة تعاني الوحدة والفراغ والفراق. وفي غزوة بدر خرج زوجها مع قريش مقاتلا فوقع في الأسر، ولما بعث أهل مكة في فداء أسرهم بعثت زينب المال لفداء زوجها أبي العاص، وتنافس أهل مكة في إرسال المال الكثير وأثمن ما لديهم لفداء أسراهم، وكان ذلك بمثابة مكانة للأسير. كما أرسلت زينب مع المال بعض الجواهر وقلادة كانت أمها قد أهدتها إياها يوم زفافها، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر زوجته الوفية خديجة ورق لها رقة شديدة
وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص أن يخلي سبيل زينب ويرسلها إليه. وكان أبو العاص شهما رجلا أمينا وفيا، فوافق بالرغم من حبه لها. لما خرج أبو العاص إلى مكة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر. وأمر أبو العاص زينب باللحوق بأبيها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. فخرجت تجهز، ولقيتها هند بنت عتبة فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقال زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تطنئي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قال زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. وقدم لزينب حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. ورأت قريش أن تردها وتمنعها من اللحاق بأبيها كيدا وظلما، فأدركها رجالها بذي طوى، وروعها حبار بن الأسود بالرمح وهي في هودجها، وكذلك نافع بن القيس الفهري. وكانت زينب حاملا فطرحت ما في بطنها ونزفت. وبرك حموها ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجعوا عنه، وأتاه أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات. وتحدث ناس أن قد رددناها، فسلها سرا فألحقها بأبيها. وكبر ذلك على كنانة أن يردها ويعود فيتسلل بها سرا، بعد أن يذاع في الناس أن قد ردتها قريش، لولا أن سمع توجعها، وراعه أن رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء. وعاد بها إلى مكة، وبقي أبو العاص إلى جانبها يرعاها. فلما تمالكت بعض قواها خرج بها كنانة فأسلمها لزيد بن حارثة. وكانت هند بنت عتبة قد عيرت وسخرت من فرسان قريش، إذ قالت لهم: أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر؟ أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ أقام
أقامت زينب بالمدينة المنورة وأبو العاص بمكة بعد أن فرق الإسلام بينهما. وخرج أبو العاص قبيل فتح مكة تاجرا إلى الشام في قافلة لقريش، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلة لقيته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأفلت منهم. فلما قدمت السرية بما أصابوا من القافلة تسلل أبو العاص تحت جنح الظلام حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته في طلب ماله. ولما كان الصبح وأذن المؤذن كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس، صرخت زينب بصوت عال من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم أنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته، وعندها ابن خالتها، فقالت لأبيها ضارعة: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفقة وعطف، ثم قال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. وفي الصباح بعث إلى أبي العاص من يصحبه إلى المسجد، وهو في جمع من الصحابة بينهم رجال السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. أجابوا وهم راضون: بل نرده عليه يا رسول الله. وعاد أبو العاص إلى مكة بعد أن ودع زينب، وفرحت قريش بأموالها المثمرة التي لم تمس، وأدى إلى كل ذي مال ماله، ثم وقف وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا: لا، فقد كنت الوفي الكريم. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. رجع أبو العاص بن الربيع إلى المدينة المنورة مسلما، وتوجه فور مقدمه إلى المسجد النبوي، وهلل المسلمون وكبروا، وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه في المحرم من السنة السابعة للهجرة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه زينب فردها، واجتمع الزوجان الحبيبان بعد فراق. كان أبو العاص يحب زوجته زينب ويذكرها في كل حين، وفي بعض أسفاره إلى الشام قال: ذكرت زينب لما ركبت رما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. إلا أن القدر لم يمهل زينب، فتوفيت بعد سنة في السنة الثامنة للهجرة، وتركت وراءها عليا وأمامة، ولديها يأنس بهما أبوهما
ويذكر فيهما زينب الحبيبة. وفي الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة بعد أن حزن على ابنته زينب ويرى فيها صورتها، فكان يحملها على عاتقه ويصلي بها، فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود فيحملها. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها. وفقد أبو العاص ابنه عليا وهو صغير، وقبل أن يلحق بأحبابه أيام أبي بكر في السنة 12 للهجرة، أوصى بابنته أمامة إلى الزبير ابن خاله، فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. سهى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته مرارا، فسجد سجدتين في بعضها قبل السلام وفي بعضها الآخر بعد السلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسلم من 2 في إحدى صلاتي العشي ثم تكلم ثم أتمها، ثم سجد سجدتين بعد السلام. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة 2، فأدركه طلحة فرجع فدخل المسجد وأمر فأقام فصلى بالناس، ذكره الإمام أحمد. وصلى الظهر 5 فقيل له، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى العصر 3 ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم 2 ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث مستقبلا القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وقال أنس عن يمينه، وقال عبد الله بن عمر: رأيته ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة. كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، وكان يقول دبر كل مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذكر ابن حبان أنه أمر بها 10. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، كما قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعدها، 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، 2 ركعتين بعد العشاء في بيته، 2 ركعتين قبل صلاة الصبح. وعن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بعد الجمعة في بيته، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان تعهده لسنة الفجر والوتر أشد، حتى إنه لم ينقل عنه صلاة راتبة في السفر غيرهما. روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتي الفجر، وكان يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها أخرى، ويطيل القيام إذا قام تارة ويخففه تارة، وكان أكثر وتره آخر الليل، وتارة كان يوتر وسطه أو أوله، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد ذكر أحمد وأبو داود أنه كان يستقبل القبلة فيكبر للصلاة، ثم يخلي عن راحلته، ثم يصلي أينما توجهت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره يصلي 2 ركعتين، وهذه الصلاة هي التي سموها الضحى، إذ رأوه يصليها ضحى حينما رجع من مغيبه ويوم الفتح. كان صلى الله عليه وسلم يسجد عند تجدد نعمة تسره أو اندفاع نقمة تحزنه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا، وكان إذا مر بسجدة في القرآن كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الزرع والثمر وبهيمة الأنعام والذهب والفضة ومال التجارة، وأوجبها مرة في كل عام، إلا في الزرع والثمر فعند كماله واستوائه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين،
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة: اللهم صلي عليه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان فلم يكن يدخل في صوم إلا برؤية محققة أو بشهادة واحدة، وصام بشهادة ابن عمر، وصام بشهادة أعرابي، واعتمد على خبره. وكان إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد يفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويفطر قبل الصلاة، فيبدأ بالرطبات، فإن لم يجد فتمرات، وإلا فحسوات ماء. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وسافر صلى الله عليه وسلم فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب، وكان يسقط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا ولا يفطره بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في رمضان من الخير، ويتلو القرآن، ويدارسه زيادة عن غيره من الشهور، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم رجبا ولا استحب صيامه، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم عنه فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأفطر يوم عرفة بعرفة، ونهى عن الصوم بها لأنه يوم عيد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه، وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان لا يدخل بيته في اعتكافه إلا لحاجة. وأما هديه في الحج والعمرة ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته،
عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وهي التي صده المشركون عنها، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وفيهما عن البراء بن عازب اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وكان في كل عمرة داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا، وحج حجة واحدة بعد الهجرة 10، لأن فرض الحج لم ينزل قبل 9، وذلك أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود. وفيه قدم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9، وفيها نزل صدر آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان في 9. لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس، ثم خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وما يجب عليهم في هذه الحال، وصلى الظهر بهم في مسجد المدينة 4، ثم ادهن وترجل ولبس رداءه وإزاره، وخرج قبل العصر 6 من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 2، ثم بات بها. ولما كان بمكة أمر من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. وسأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وروى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وفيها يقول: لولا أن معي الهدي لأحللت كما تحلون، أو فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني إحرام حتى يبلغ الهدي محله. وقد أجابوا فقصروا بعد أن طافوا بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم أقاموا في حل حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. ولما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، إذ تحيته الطواف. فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولما استقبل الحجر واستلمه أخذ عن يمينه جاعلا البيت عن يساره، وحفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا 3 الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، واطبع بردائه فجعله على كتفه الأيسر، وأبدى كتفه الأيمن ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، واستلم الركن اليماني وقال: بسم الله والله أكبر. وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. ولما فرغ من أشواط الطواف 7 جاء إلى خلف المقام فقرأ:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ثم خرج إلى الصفا، فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه حتى رأى البيت، استقبله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المروة يمشي. قال ابن عباس: فلما كثر عليه الناس ركب، وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده، وفعل كما فعل على الصفا حتى أتم السبعة الأشواط سعيا من غير رمل في الثلاثة الأولى، وكان يصلي مدة مقامه بمكة بمنزله، فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة، وتوجه يوم الخميس بمن معه إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم ولم يدخلوا إلى المسجد فيحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. ثم نزل منى فصلى بها الظهر والعصر وبات فيها ليلة الجمعة، ولما طلعت الشمس صار إلى عرفة، وأصحابه منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر على أحد. فلما أتى عرنة خطب الناس على راحلته خطبة قرر فيها قواعد الإسلام، وقد تعرضنا لها في حلقة سابقة. ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة، وأمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين ومن معه من أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا، ولم يأمرهم بالإتمام. ولما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة على بعيره، ثم أخذ في الدعاء والتضرع إلى غروب الشمس، وأخبر الناس أن عرفة لا تختصر بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج يوم عرفة، ومن أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأخبر أن خير الدعاء يوم عرفة، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، ومن دعائه في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. وسقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي:
ولما استحكم غروب الشمس أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي الإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، وكان قد دخل من طريق ضب، وسار سيرا ليس بالبطيء ولا السريع، وهو يلبي ولا يقطع التلبية حتى وصل المزدلفة، فوضأ للصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن وأقام وصلى المغرب قبل حط الرحال. فلما حطوها أمر فأقيمت الصلاة، فصلى العشاء فلم يصلي بينهما شيئا، وصلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه إحياء ليلتي العيد. وأذن في تلك الليلة إضعافة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فلما طلع الفجر صلاها، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وذكره حتى أسفر وانطلق، مردفا الفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وأسامة على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه هذا أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار 7 حصيات، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه عرضت له امرأة من خثعم جميلة، فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على وجهه وصرفه عنها، وكان الفضل وسيما. فلما أتى وادي محسر حرك ناقته وأسرع كعادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، ففي تلك الأماكن أصاب أصحاب الفيل ما أصاب، وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، واستقبل الجمرة فرماها راكبا بعد الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وبلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بخطام الناقة والآخر يظله بثوبه من الحر، ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي كرم الله وجهه: لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم. وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا، يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر: رب مبلغ أوعى من سامع. وقال: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا إذا أمركم، فادخلوا جنة ربكم. وودع الناس فقالوا: حجة الوداع. وهنالك سئل عن تقديم الرمي والذبح والحلق بعضها على بعض، فقال: لا حرج. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي،
وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين. عن ابن عباس قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولما أتم النحر استدعى الحلاق فأمره أن يأخذ جانبه الأيمن ثم الأيسر، وحلق كثير من الصحابة وقصر بعضهم. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. صدق الله العظيم. ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وأتى زمزم فشرب، ثم انتظر زوال الشمس فبدأ بالجمرة الأولى وكذلك الجمرة الثانية والثالثة، وعاد وخطب الناس بمنى خطبة ثانية في اليوم الثاني، ثم وصل مكة فطاف الوداع ليلا سحرا ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام. محمد. ولدت رقية قبل البعثة بإحدى عشرة سنة بعد زينب، وتزوجها ابن عمها عتبة بن أبي لهب عبد العزى قبل الإسلام، وكان زوج عمها أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة قاسية القلب شرسة الطباع، فلاقت في بيت الزوجية حمق الحماة وشراستها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أبو لهب مع زوجه في الجانب الآخر يكيدان الشرور لابن الأخ، أقسمت أم جميل ألا يظلها وبنتي محمد سقف. وكانت قريش قد ائتمرت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بناته قائلة: إنكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فأشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت. فأما أبو العاص بن الربيع فأبى مؤثرا زينب على نساء قريش جميعا، وأما عتبة فقد اختار زوجة من آل سعيد بن العاص بدلا من رقية. وكان أبو لهب قد قال لولديه: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. لم تكتفي أم جميل أن تكون سببا للطلاق، بل خرجت مع زوجها لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء. ولما نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. قال ابن إسحاق: ذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا،
وانصرفت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. عادت رقية إلى بيت أبيها فأبدلها الله زوجا خيرا من عتبة. وسرعان ما تقدم عثمان بن عفان لخطبتها لينال شرف مصاهرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر المسلمون إلى الحبشة كان معهم عثمان ورقية رضي الله عنهما، وعادت لمكة مع العائدين، فلم يطل بها المقام حتى هاجرت إلى المدينة مع زوجها وولدت طفلها عبد الله بن عثمان، وثكلته وهو في السادسة من العمر، وأصابتها الحصبة فمرضت مرضا شديدا أدى إلى وفاتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وبكت عليها النساء، فجاء عمر بن الخطاب يضربهن بصوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: دعهن يا عمر يبكين. ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. وقعدت فاطمة على شفير القبر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تبكي، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح الدمع عن عينيها بطرف ثوبه. وعن أنس بن مالك أنه قال: شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. ولدت أم كلثوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات في مكة بعد زينب ورقية، وقد خطبت مع أختها رقية التي كانت من نصيب عتبة إلى عتيبة بن عمها أخي عتبة، وعاشت مع أختها رقية في بيت أبي لهب، وعانت من أم جميل ما عانته رقية. ولكن المحنة لم تطل، إذ أراد الله بها خيرا حين طلقها عتيبة بن عمها ونجت من نكد العيش مع حمالة الحطب. عادت أم كلثوم إلى أمها إلى بيت النبوة لتبقى مع أختها الصغرى فاطمة تنهلان المراحل الأولى من الدعوة إلى الإسلام، وتحفظان الآيات الأولى من القرآن العظيم وهو يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشت المراحل الأولى من الاضطهاد، وقاست في شعب أبي طالب من الحصار الذي فرضته قريش الألم والعذاب والجوع والخذلان. وحين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك ابنتيه أم كلثوم وفاطمة في مكة وحيدتين، وما إن وصل سالما مع أبي بكر الصديق حتى أرسل زيد بن حارثة ليصحب أم كلثوم وشقيقتها فاطمة وآل أبي بكر إلى دار الهجرة. مضى عامان على الهجرة حافلان بالأحداث الجليلة، وشهدت أم كلثوم عودة أبيها من بدر منتصرا، وبكت موت أختها رقية، وأهل العام الهجري الثالث. وذات يوم سمعت أباها يقول لعمر رضي الله عنه: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فأدركت ما تعنيه هذه الكلمة، وفي شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة تم عقد زواجها من عثمان، ولقب بذي النورين لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره.
وزفت أم كلثوم وصاحبتها أم عياش إلى بيت زوجها، وعاشت 6 سنين وهي ترى الإسلام ينتصر وينتشر. وفي العام 9 الهجري وفي شهر شعبان فارقت أم كلثوم الحياة في بيت عثمان رضي الله عنهما، ووسد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ثرى المدينة دامع العين مثقل القلب، دون أن ترى الأحداث الجسام التي جاءت من بعد بموت أبيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بسنة، وبمقتل زوجها عثمان رضي الله عنه في أحداث الفتنة الفاجعة بعد ربع قرن من الزمان. هي رابعة البنات وأصغر أخواتها سنا، ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، وقريش تهم في بناء الكعبة المشرفة، والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقضي بين القبائل بوضع الحجر الأسود وينزع شرور الاقتتال فيما بينهم بحكمته وحسن تصرفه ورجاحة عقله. عاشت فاطمة رضي الله عنها في بيت النبوة، وشهدت الأحداث الجسام التي مرت على أبيها خطوة خطوة، وكانت ترى تنكر الأهل والعشيرة فلا تجد تفسيرا لذلك وهي طفلة، وعانت من الحصار الذي ضرب عليهم 3 سنوات فأثر في بنيتها. وحين ماتت أمها السيدة خديجة أحست بوحشة الدنيا ودخلها حزن عميق قاومته بالصبر والاحتمال، ثم كان لفقد أخواتها الأثر البالغ في بناء شخصيتها التي بنيت على المكاره، وهذا ما جعلها رضي الله عنها تبتعد عن فكرة الزواج ولا ترى فيه ما ترى فيه بنات جنسها من الطمأنينة والراحة. هاجرت مع أبيها إلى المدينة المنورة وها هي تتم 18 من العمر، دون أن يجرؤ أحد بالتقدم إلى طلب يدها، فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذا الذي يجد في نفسه الكفاءة لمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة. تقدم أبو بكر إليها فرده النبي صلى الله عليه وسلم برفق، وتقدم عمر بن الخطاب فرده برفق أيضا. وفي طبقات ابن سعد أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى، قال عمر: أنت لها يا علي. فقال علي: ما لي من شيء إلا درع أرهنها. فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، فلما بلغ ذلك فاطمة بكت، فدخل عليها فقال: ما لك تبكين يا فاطمة؟ فوالله لقد زوجتك أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما. تم الزواج في احتفال بسيط قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من التمر، واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج، واحتفل حمزة ونحر شارفين وأطعم الناس، وكذلك احتفل الأنصار فنحر سعد كبشا وأولم وانصرف القوم مهنئين، ودعا المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة فطلب إليها أن تمضي بالعروس إلى بيت علي كرم الله وجهه وينتظره هناك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة العشاء، ثم مشى إلى دار علي رضي الله عنه فدعا بماء فقرأ عليه بعض آي القرآن العظيم، ثم أمر العروسين أن يشربا منه، وتوضأ بالباقي ونثره على رأسيهما وقال:
اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. عاشت فاطمة على قدرها وشرف نسبها عيشة ضنك، فقد جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. ولما علم علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خدم، قال لفاطمة: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا بني؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. وكان في علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها شدة، فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله. فانطلقت وانطلق علي بإثرها، فقام حيث يسمع كلامهما، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ علي وشدته عليها، فقال: يا بني اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت. قال علي: فكففت عما كنت أصنع وقلت: والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. سارت الحياة في بيت زوجية بطيئة ثقيلة مرهقة، فعلي كرم الله وجهه فقير الحال، وجسمها لا يحتمل مطالب البيت، ضعيف منذ حادثة البعير الذي عقره الحويرث بن نقيذ حين خرجت مع أختها أم كلثوم، وسقطتا على الأرض واضطرتا أن تتابعا نحو المدينة سيرا على الأقدام. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه الحادثة ولم ينسها. وحين فتحت مكة أعطى الأمان لكل الناس عدا الحويرث وبعض الأشخاص، وقد قتل علي الحويرث عند الكعبة. رغم آلام فاطمة الجسدية وحزنها الدائم ووعد علي لها بأنه لن يأتي شيئا تكرهه، كاد أن يأتي غير متعمد شيئا تكرهه أشد الكره وتألم منه أقسى الألم، وهي إدخال ضرة عليها في بيتها. وأي ضرة هذه؟ جميلة بنت عمرو بن هشام أبي جهل. وظن علي أن ذلك من حقه ولا ملامة عليه، فمجتمعه وبيئته في ذلك العصر تقضي ذلك من دون حرج. وجرى الأمر على غير ما توقع، لم يكد يبدي رغبته حتى غضبت فاطمة رضي الله عنها، وغضب لها أبوها صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صهره أبا العاص، وهو من بني عبد شمس لا من بني عبد المطلب، فأثنى عليه مصاهرته إياه أحسن الثناء، وقال: حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا. فترك علي الخطبة وتزوج ابنة أبي جهل عتاب بن أسيد، وظلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها الزوجة الوحيدة لعلي بن أبي طالب طيلة حياتها، ولم يتخذ علي عليها زوجة حتى توفيت.
في السنتين الثالثة والرابعة للهجرة ولدت فاطمة فأنجبت الحسن والحسين، وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 57 عاما، وقد سر سرورا عظيما لمقدمهما بعد مرور أكثر من 17 عاما على وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. وخلال هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 5 زيجات دون أن تنجب أي منهن له الولد، فاعتبر الحسن والحسين من أبنائه. وقد ذكر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة: أدعي لي ابني، فإذا ما جاء إليه شمهما وضمهما، وكان يقول: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وكانت فاطمة ترقص ولدها الحسين وتقول: إن بني شبه النبي ليس شبيها بعلي. وفي السنة 5 للهجرة أنجبت فاطمة بنتا فأسماها جدها، وأسمتها أمها زينب على اسم خالتها الحبيبة الراحلة. وفي السنة 7 أنجبت أم كلثوم. وبعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فكانت كما قال عليه الصلاة والسلام أول أهل بيته لحوقا به. توفيت ليلة الثلاثاء 53 من رمضان في السنة 11 للهجرة. روت فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، وروى عنها ابناها الحسن والحسين وأبوهما علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين وسلمى أم رافع وأنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. القاسم ثم عبد الله الطيب الطاهر من السيدة خديجة رضي الله عنها. وقد ولد القاسم قبل البعثة وكان يكنى به ومات صغيرا، وكذلك عبد الله الطيب الطاهر فقد ولد بعد البعثة ومات صغيرا. أما ابنه إبراهيم فقد ولدته ماريا القبطية في السنة 8 للهجرة ومات قبل الفطام، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده بستة أشهر. محمد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وأبو فضل العباس وأبو طالب وأبو لهب عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم والمغيرة والعيداق والعوام، ولم يسلم منهم غير حمزة والعباس رضي الله عنهما. وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية وعاتكة وأروى. محمد ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما للنصف من شعبان سنة 3 هجرية، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وأحد سيدي شباب أهل الجنة. قال مصعب بن عمير: تذاكرنا
من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهله؟ فدخل علينا عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدثكم بأشبه أهله إليه وأحبهم إليه، الحسن بن علي. رأيته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد ركب الحسن على رقبته فما يتركه حتى يكون هو الذي ينزل، ولقد رأيته يحبي وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر، وكان يقول فيه: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. اشترك الحسن رضي الله عنه مع أبيه في موقعة صفين، فلما قتل أبوه بايعه أهل العراق في سنة 40 هجرية، وكان الحسن يشترط عليهم: إنكم مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. وكان الحسن رضي الله عنه راغبا في السلم والمسالمة، مستعدا للتسليم لمعاوية، وسلمه الأمر في جمادى الأولى، فدامت خلافته 7 أشهر، وخطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله عز وجل قال لنبيه: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته، وتوفي 50 هجرية، 70 و600 للميلاد، ويقال إن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي قد سممته، ووصى أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تخاف فتنة، وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن في البقيع مخافة الفتنة. ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في 24 ل25 و600 ميلادية، وهو ثاني أبناء الإمام علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقب بأبي الشهداء. وعندما استشهد أبوه وبويع الحسن بالخلافة وأظهر ميله نحو السلام ومهادنة الأمويين، عارضه الحسين وكان يريد قتال معاوية، ولكنه لم يتمرد على أخيه الأكبر احتراما له. اشتهر بالوقار والبراعة في الخطابة والشجاعة في الحق، قاتل يزيد بن معاوية، واستشهد في كربلاء في 10 من المحرم 61 هجرية على يد الشمر بن ذي الجوشن، واستشهد معه أبناؤه. وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من دون تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر، حتى إنه يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفر، وهي كانت مائدته، وكان يشرب قاعدا غالبا، وصح عنه أنه شرب قائما، فقد جاء إلى زمزم وهم يسقون منها
فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم. وروي عنه: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا. وفي صحيح مسلم: كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. ومعنى ذلك إبانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب. وفي الحديث: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن الإناء عن فيه. وروى الترمذي: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، لكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم فرغتم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام في معاشرة أهله في قمة الشفافية والإنسانية. وقد صح عنه من حديث أنس رضي الله عنه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ويقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وكان مع أزواجه حسن المعاشرة حسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار ليسلين، وإذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمه، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وينهى عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى السرير تارة، وعلى الأرض تارة، وكان فراشه حشوة ليف. وكان إذا أوى للنوم قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك. وكان ينام أول الليل ويقول: ما سهر أول الليل في مصالح المسلمين. وكانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وإذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم في التعامل التجاري يحفها الأمانة والصدق، فباع واشترى، وأجر واستأجر وشارك. ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تدارئ ولا تماري. ووكل وتوكل، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع:
وقد وقع في سهمه جارية، أبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعض، فالسلطان ضامن لديون المسلمين يوفيها من بيت المال، وقالوا كما يرث من مات ولم يدع وارثا، فكان ذلك يقضى عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وحلف وكان يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته إلا الحق، ويشير ويستشير، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع المسكين والضعيف والأرملة في حوائجهم، وسمع الشعر وأثاب عليه وأثاب على الحق، وسابق بنفسه على الإقدام وصارع، وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه ودلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وأضاف وأضيف، وحمى المريض مما يؤذيه، وكان أحسن الناس معاملة، إذا استلف سلفا قضى خيرا منه، وإذا استلف من رجل سلفا قضاه إياه، ودعا له فقال بارك الله في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. واستلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80، واقترض بعيرا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه وتصدق بالربح على بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعد ذلك شيئا إلا وعندي ثمنه. وتقاضاه غريم أدانه دينا، فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال مه يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاء قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال لم يحل الأجل، فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال اليهودي كل شيء منك قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة وهي ألا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها، وأسلم اليهودي. قال تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. تلك هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أحواله فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، وكان في السفر يزجي الضعيف ويردفه ويدعو له. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى، وكان يحب الطيب ويكثر التطيب. قال الطائفة: كان صلى الله عليه وسلم مما يكثر التطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ فقال: لم يكن إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن وأراهن الدهن. وفي البخاري أنه كان لا يريد الطيب. وفي مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وفي سنن أبي داود والنسائي: من عرض عليه ريح فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي المسند: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم. وصح عنه: إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منه. وكان يحب السواك ويستاك مفطرا وصائما، وعند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وكان يستاك بعود الأراك. وفي الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأحاديث في السواك كثيرة، وفيه عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة. كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه، أصل يحفظه من جلس إليه. وكان كثيرا ما يعيد الكلام 3 ليعقل عنه. وكان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره الشيء عرف في وجهه،
ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان ضحكه التبسم، فنهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وبكاؤه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، وكان يسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحبة للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن أحواله صلى الله عليه وسلم في الخطابة أنه خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، وكان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، وكان يخطب قائما. وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود أنه كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وكان يتكئ في خطبته على عصا أحيانا وعلى قوس أحيانا، ويقصر الخطبة أحيانا ويطيلها أحيانا،
بحسب حاجة الناس، وكان يخطب للنساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. قدم صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة إلى قباء، فأقام بها في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة قبل تأسيس مسجده. ذكره ابن إسحاق وقال: أول خطبة خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، قدموا لأنفسكم، والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم يوم الجمعة ويشرفه، فهو عيد الأسبوع، ويقرأ في فجره سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. ويقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صدق الله العظيم. ويتم قراءتها إلى الآية 31 ختام السورة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين للتذكير بما تضمنتاه مما كان ويكون في يوم الجمعة كخلق آدم وذكر المعاد وغيره. وروى الإمام أحمد وغيره: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وفي السنن: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى تجتمع الناس فيخرج وحده، فإذا دخل المسجد سلم عليهم
فصعد المنبر فاستقبل الناس وسلم ثم جلس. وعندئذ يأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، وكانت خطبته تدور على ما يحتاج الناس، وكان يأمر وينهى إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين، ونهى المتخطي رقاب الناس أن يتخطى، وأمره بالجلوس، وكان يقطع خطبته لحاجة تعرض أو لسؤال أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان يدعو الرجل فيقول: تعال اجلس يا فلان، صلي يا فلان. وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول: من لغى فلا جمعة له، ويقول: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه الإمام أحمد. وكان يخطب في الأولى قائما، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يطيل الصلاة ولا يصلي بعدها حتى ينصرف فيصلي ركعتين، كما ثبت عن ابن عمر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وكان يصلي العيدين في المصلى الكائن على باب المدينة الشرقي، فيلبس إليهما أجمل ثيابه، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته، وكان يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر، وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، وكان إذا تم التكبير أخذ يقرأ الفاتحة فقاف والقرآن المجيد، وربما قرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثم يكبر ويركع، فإذا فرغ من السجود قام فكبر 5 متوالية، ثم قرأ الفاتحة فاقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ: هل أتاك حديث الغاشية، ولم يصح عنه أنه قرأ بعد الفاتحة غير هذا، ولم يثبت أنه قرأ قبل التكبير، بل إن التكبير كان أول ما يبدأ به في الركعتين. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة، وقال: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب أصح من هذا، وبه أقول. وكان إذا أكمل الصلاة انصرف فوقف مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وكان يكثر التكبير في خطبتي العيدين
كما روى ابن ماجة في سننه عن سعد، وكان يفتتح كل خطبة بالحمد لله وقال: كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. وكان يذهب إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ليسلم على أهل الطريقين، وكان يكبر في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. لقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر أثناء خطبته فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. والثاني أنه وعد الناس بالخروج إلى المصلى فأخذ يخطب بالتضرع والابتهال رافعا يديه، ثم صلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا غيرهما، جهر فيهما بالقراءة، قرأ في الأولى الفاتحة: فسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، والثالث أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. الرابع استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل. كان سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسباب: الهجرة والجهاد والعمرة والحج. وكان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان يخرج أول النهار يدعو الله أن يبارك لأمته في بكورها، وأمر المسافرين أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده. وكان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول حين يضع قدمه في الركاب: بسم الله، وإذا استوى على ظهرها: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكان يقول: اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في صلاته الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع،
ولم يثبت أنه أتم الرباعية البتة في سفره. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين. فقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وجد به السير أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما، وكذلك في المغرب والعشاء. ولم يحد لأمته مسافة محدودة للقصر ولا للفطر، بل أطلق لهم ذلك كما أطلق التيمم في كل سفر. وما يروى عنه في ذلك من التحديد لم يصح منه شيء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته بالترتيل، وكان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ، ويقرأ قائما، ويقرأ قاعدا ومضطجعا، وكان يتغنى ويرجع صوته أحيانا ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقد أمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه فخشع حتى ذرفت عيناه. واستمع ليلة لأبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته تحبيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه في المرض، وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويدعو له. وذكر أنه كان يسأله عما يشتهي، فإن علم أنه لا يضره أمر له به. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطب والتداوي: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟
فقال: هي من قدر الله. وروي أنه دخل على مريض يعوده فقال: أرسل إلى طبيب. فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. وفي موطأ الإمام مالك عن فريد بن أسلم أن رجلا جرح فاحتقن الدم، فدعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه، فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. وفي صحيح مسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وروى البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي سنن ابن ماجه: لا تديم النظر إلى المجذومين. وفي الصحيحين: لا يردن ممرض على مصح. وقال أيضا: كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين. وفي المسند وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. فإذا كان لابد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وثبت في الصحيحين أنه قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وروى الترمذي وابن ماجه: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قيل له إن فلانا وجع لا يطعم الطعام قال: عليكم بالتلبينة فاحسوه إياها، والذي نفسي بيده، إنها تغسل بطن أحدكم كما تغسل إحدى كن وجهها. والتلبينة حساء رقيق في قوام اللبن، يتخذ من دقيق الشعير بنخالته. ويوم أكل صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة في خيبر احتجم، وأمر أصحابه أن يحتجموا، فمات أحدهم واحتجم في الكاهل، فخرجت المادة السمية وبقيت بعض آثارها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. وفي مسند ابن أبي شيبة: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ لدغته عقرب في إصبعه فانصرف وقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال صاحب القانون: يضمد الملح مع بذر الكتان للسع العقرب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له: أهو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ويقول: هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة.
وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه، وعن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها أن أطعمينا من شاتكم، فقالت ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير وأبعدها من الأذى. وكان أحب الشراب إليه البارد الحلو، وكان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم غط الإناء وأوكئ السقاء. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب من فيه السقاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولباسه ونومه ويقظته ومشيته وجلوسه ونظافته. كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما أدى الصلوات بوضوء واحد. وكان يحذر أمته من الإسراف بقوله إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنية البتة، وكان يرفع يديه مع التكبير ممدودة الأصابع إلى المنكبين أو الأذنين، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى. وكان يستفتح تارة ب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذكر أصحاب السنن أنه كان يقول في استفتاحه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه للناس. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أخرى، ثم يقرأ الفاتحة، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من الفاتحة وكان جاهرا بها جهر بآمين ورفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتتان، سكتة بعد التكبيرة وسكتة بعد الفاتحة، ثم يقرأ في سورة يطيلها أحيانا ويقصرها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. وكانت قراءته في الفجر أطول من غيرها. وكان لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية، وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه وكبر راكعا
ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جانبيه، وبسط ظهره ولم ينصب رأسه ولم يخفض، بل يجعله معادلا لظهره، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، وتارة يزيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. روى أهل السنن عن أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. وكان يطيل هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصح عنه أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويضع ركبتيه قبل يديه، ثم يضع يديه، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما ووضعهما حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وفي صحيح ابن حبان: كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد في الدعاء في السجود. والدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من النوعين. وكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود،
وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكان يرفع رأسه مكبرا ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، واضعا يديه على فخذيه، جاعلا مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه، ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها كما قال وائل بن حجر في الصحيح الذي ذكره أبو حاتم. وكان يجلس بين السجدتين بقدر السجود ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وكان ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وكان إذا نهض أخذ في القراءة من غير سكتة، ثم يقصر الركعة الثانية عن الأولى، فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وكان يحنيها ويحركها، وكان يقبض إصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق بالوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وكان يقول في هذه الجلسة ويعلم أصحابه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخفف هذا التشهد جدا، ثم ينهض مكبرا رافعا يديه، وإذا جلس للتشهد الأخير زاد على التشهد الأول الصلاة عليه وآله، واستعاذ من عذاب القبر والنار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المسيح الدجال. ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه كما قال الإمام أحمد، ولم يغمض عينيه، بل كان ينظر إلى محل سجوده. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء صبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وكان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يجيء الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. أرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولكن لم يشغله كل ذلك من قربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة،
وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. رواه مسلم في صحيحه. وفي السنن والمسند من حديث ابن عمر أنه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. ذكره البيهقي. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد، وكان يصلي إلى جدار فجاءه بهيمة تمر من بين يديه فما زال يداريها ويدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وروى الإمام أحمد وغيره أنه رأى جاريتين تقتتلان، فأخذهما بيده ونزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولم ينصرف، وكان يبكي في صلاته ويتنحنح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره أحمد والنسائي. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود، وكان يقنت عند النوازل خاصة للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، فإذا زال العارض ترك القنوت. وكان يقنت في الفجر والمغرب. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم ويؤمن من خلفه. ذكره أبو داود وغيره.